انا بعمل لمصلحه بلدي والاردن والعراق وكل الدول. لا ده انا جاي لحضرتك بقى الاردن والعراق. الممر اللوجستي رقم 3 من وجهه نظري في الاهميه وهو الممر اللوجستي العريش طابه. العريش طابه، وعشان حضرتك تبقى عارف وانا بحيي اشقائنا الاردنيين ووزير النقل الاردني والعاملين في المجال النقل في الاردن. أيوة. بل وكل الحكومه الاردنيه، وانجاز لي يعني اشكر جلاله الملك والحكومه الاردنيه اللي هم اللي طلبوا. مجرد ان احنا عرفوا ان احنا بنعمل ممر وخط سكه حديد قالوا احنا عايزين ننقل كل بضاعه الاردن على البحر المتوسط من خلال ميناء العريش ومؤقتا ميناء شرق بورسعيد لحد ما نخلص المملكة العريش. المملكه الاردنيه طلبت كده طبعا، كل تجارتنا من خلالكم وهم سامعيني والدنيا كلها سامعاني. نعم. الاردن الشقيق والعراق الشقيق والدول العربيه بمجرد ما احنا بدانا نشتغل في الخط السكك الحديد قدامنا اهو بالظبط كده. اتفضل. من احنا على فكره احنا بكره حضرتك هتلاقينا بكره انا مع دوله رئيس الوزراء ومجموعه من الوزراء هتلاقينا في طابه دي بكره ان شاء الله باذن الله. بكره هتلاقينا بكره، انا بكلم حضرتك دلوقتي الساعه 10 بالليل، بكره الفجر هتلاقينا هناك ان شاء الله باذن الله. عشان الخط ده، عشان الخط ده وعشان كل التنميه اللي في طابه واللي في نويبع واللي في سانت كاترين. احنا يا استاذ احمد احنا مش سايبين حته في مصر. نعم. مش سايبين حته في مصر الحمد لله، وربنا يدينا الصحه وطوله العمر والستر ونفضل نعمل لبلدنا وحكومتنا ورئيسنا، ما فيش ورانا غير شغلنا. نعم. فاحنا الخط اللي بنتكلم على الخط ده طابه العريش واشقائنا في الاردن والخليج والعراق. اتفضل يا فندم. كل دول هيجيبوا سواء في ميناء العقبه او ميناء حقل في السعوديه. نعم. والعبارات اللي موجوده عندنا بتاعت شركه الجسر العربي للملاحه. نعم. اللي احنا بنطور فيها الشركه القويه العملاقه اللي مملوكه للثلاث دول الشقيقه مصر والاردن والعراق. شغاله على هذا الخط، شغاله دلوقتي هي العقبه نويبع. نعم. طب العقبه نويبع كافي جدا، ولكن احنا عشان نقرب شويه للقطر بقى اللي هينزل فيه النقب وطابه. فاحنا هنعمل ان شاء الله باذن الله العريش وطابه، وده حصر لحضرتك. ايوه. هنعمل ميناء في طابه، يبقى انا عندي ميناء في نويبع، عندي ميناء في شرم الشيخ وعندنا ميناء في نويبع. ايوه. ويبقى عندنا ميناء في طابه. طب القطر يجي من العريش من فوق من ميناء العريش الى ميناء طابه او الى النقب والشاحنات تشيل على الحاويات والبضاعة وتركب العبارات من مصر للأردن والسعودية إن شاء الله بإذن الله، وأنا وربنا يدينا الصحة وطولة العمر. ثلاث سنين إحنا خلصنا، خلاص عملنا الدراسات وعملنا التصميمات، دراسات المينا، دراسات المينا ودراسات الخط، والخط دراسات المينا والخط. نعم. احنا الوقت شغالين، وزي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. نعم. ادا جايبين الجسر العربي الملاح الشركة المحترمة القوية. نعم. طيب النهاردة احنا شغالين دلوقتي من الفردان حتى بلوزة 60 كيلو. ومن بلوزة حتى شرق بورسعيد 44 كيلو. نعم. دول بنرفع كفائتهم ونجددهم الخط اللي كان اتسرق ايام 2011. نعم. دي هي عبارات القاهرة للعبارات. نعم. عبارات الجسر العربي الملاح. نعم. بتشيل افراد وبتشيل بضائع وبتشيل حتى 60 عربية، وبنجيب عبارات جديدة الوقت تشيل حتى 120 شاحنة عشان تاخد من القطر ده اللي هيجي بقى من العريش. زي ما اقول لحضرتك احنا دلوقتي وصلنا بلوزة، وحضرتك هتلاقي في احتفالات اكتوبر ان شاء الله القطر بيعدي من الفردان. أيوة. كان عندنا على قناة السويس القديمة كوبري على الفردان. نعم. عملنا له الزواج، وعملنا على قناة السويس الجديدة كوبري ثاني برضه مزوج سكة حديد. نعم. هيعدي يطلع شمالا من الفردان حتى بلوزة. ومن بلوزة يخش فرعة شمالا ثاني إلى شرق بورسعيد عشان المينا والمنطقة الصناعية. نعم.